تهدف رؤية المملكة 2030 لرفع عدد المتطوعين من 11 ألفا إلى مليون متطوع، وتأتي جمعية غوث ساعية لتحقيق ذلك، حيث تعد إحدى المؤسسات العاملة في مجال التطوع الإنساني والمهتمة بحالات الإنقاذ للعالقين في الرمال والسيول، وكذلك في بحثها عن المفقودين في الصحراء والبحر والأودية والسدود وإسعافات الطرق. ويمتد عطاؤها ليشمل الحيوان من خلال البحث عن الإبل المفقودة، وما يميزها هو التكامل والتواجد في جميع مناطق المملكة. الحديث حول ذلك انضم معنا في الاستوديو قائد فريق غوث للبحث والانقاذ منصور العاطفي. اهلا وسهلا بك استاذ منصور، شكرا لحضورك معنا. حياكم في الاستوديو. الله، سعيد بهالاستضافه الجميله. شكرا جزيلا لك، والله يعطيكم العافيه على هذه الجهود. بدايه يعني عرفنا على فريق غوث، يعني كيف بدات الفكره، الاعداد، التاسيس وما الى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أولا نبارك لكم الخيرات والأمطار المباركة، نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة. خرجت فكرة فريق غوث السعودي للبحث والإنقاذ من هذا البلد الطاهر الذي لا يتوقف من إبداعاته وإخراج المميزين والأفكار الإنسانية الرائعة. بدأت الفكرة عام 1427 واستمرت حتى يومنا هذا، ويبلغ عدد المنتسبين والمنتسبات لفريق غوث في جميع مناطق المملكة إلى 5730 متطوع مسجل مؤهلين. ويمارس فريق غوث البحث والإنقاذ مهام البحث عن مفقودين خارج النطاق السكاني، وكذلك إخراج العالقين في السيول والسبخات والرمال، ويقدم أيضا تحت مظلة جمعيته اللي هي جمعية غوث للتوعية والإنقاذ الدورات في الصحة والسلامة كالإسعافات الأولية وإدارة الأزمات وإخلاء الطوارئ إلى غير ذلك من الخدمات التي تقدم بشكل أسبوعي ومجاني للمجتمع. ويتميز فريق غوث بأن له الآن أكثر من 15 عاما من الخبرة، واستفاد من تجاربه الماضية في التعامل وقيادة وإدارة المتطوعين وتأمين ما يلزمهم وتأهيلهم قبل أن يباشروا الأعمال التطوعية. البداية كانت يعني طيب يعني إغاثة من هم عالقين في الصحراء في الرمال يعني والكشتات البرية، يعني كانت هذه هي البداية؟ طبعا من قبل فريق غوث والشباب السعودي بل السعودي بذاته وغيره والعربي عموما يفوح منه رائحة الفزعة وإخراج العالقين حتى ولو ينتسب إلى أي فريق. صحيح. لكن في عام 1427 سمي هذا الفريق ورتب ونظم وهدف لأن ينقل العمل التطوعي في الإنقاذ من عمل ارتجالي إلى عمل مؤسسي منظم. جميل، آلية العمل طيب لديكم في الجمعية؟ طبعا لدينا دوريات في المناطق المنتزهات تخرج من 10 إلى 15 سيارة مرتب لها تقريبا في إجازة نهاية الأسبوع، ولكن يزداد هذا العدد عندما يتيسر الوقت الإضافي عند بقية المتطوعين، فسواء في المنطقة الجنوبية أو الوسطى أو الشرقية، تقريبا في المناطق التي يكثر فيها المنتزهات البرية، فتتواجد هذه الدوريات على شكل متنزهين، يعني يخرجون هم كاشتين بنفسهم، يكونون يعني على أهبة الاستعداد. على أهبة الاستعداد، فتأتينا الاتصالات سواء على جوالات الغوث الرسمية أو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تحول لنا من الجهات الأمنية مثل الشرطة، مثل أمن الطرق، مثل الدفاع المدني وحرس الحدود، فنوجه مباشرة أقرب شخص من المتطوعين أو أقرب دوريات تباشر في المنطقة. طيب المناطق التي لا يصلها يعني رسالة الجوال طبعا المناطق التي لا يصلها ارسال الجوال لا تاتي منها بلاغات اصلا لان الارسال منقطع. لا اقصد للفريق يعني اذا خرج الى هذه المنطقه كيف يتم التواصل معه؟
طبعا لدينا الأجهزة اللاسلكية المثبتة في السيارة وجوالات الثريا التي من المميزات التي يحث عليها المتطوع تكميل معداته وأجهزته، سواء أجهزة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية الجي بي إس أو أجهزة جوال الثريا التي اتصالها عبر الأقمار الصناعية. ما عليه إلا يضع شريحة جواله العادية فيستقبل الاتصال بكل أريحية في حال أراد أن يتصل، ف معروف الرسوم الخاصة بها. طبعا البلاغات تكثر في نهاية إجازة نهاية جداً. الأسبوع التنزه، السفر عن طريق البر، لكن ماذا عن وسط الأسبوع؟ هل هناك فرق أيضا تعمل في وسط الأسبوع؟ طبعا متطوعي فريق أوث هم شريحة من شرائح المجتمع، منهم من عمله إجازته وسط الأسبوع، منهم من هو إجازته تقليدية اللي هو نهاية الأسبوع. فلأن لدينا هذا العدد الكبير فإننا لا نعدم أن نجد تقريبا في كل بلاغ من هم يتوافق إجازته أو فراغه مع هذا البلاغ. فغالبا البلاغات مثل ما قلت في إجازة نهاية الأسبوع، وتزداد جدا مع نزول الأمطار أو عندما تكون الأجواء جيدة وجميلة. طيب غالبية البلاغات يعني تتركز بماذا؟ طبعا غالبية البلاغات في وقتنا الحاضر هم العالقين في الصحراء، اللي هو المغرزين ما نسميهم حنا بالعامية، وخاصة مع قرب المتنزهات البرية من المدن مثل الرياض وجدة، فتخرج العوائل حتى بسياراتهم الغير دفع رباعي، فلا يعرفون حقيقة هذه الرمال الهشة التي ممكن أن تعلق فيها السيارات. فإما في الساعات الأولى لدخولهم أول وهم داخلين الصحراء، أو عند غروب الشمس عندما يريدون أن يخرجوا من هذه المنتزهات. إضافة طبعا إلى ضياع ممكن يعني يكون وارد؟ نعم، أنا أجبتك على السؤال الأول الأكثر. لكن لدينا بالأمس نسأل الله جل وعلا أن يعوض أهله خيرا، كان في مفقود في المدينة المنورة في طفل عمره سنة ونصف، خرج من البيت وكان قريب من البيت وادي فقد فيه، فكان ردنا الأولي من واقع الخبرة أن يبحثوا قبل أن نرسل الفرق التي عاينت الموقع مع الجهات الأمنية. بالفعل وجد رحمه الله أو جعله الله شفيعا لوالديه وجبر كسر وأحسن عزاء والديه، وجد متوفيا في قريب من البيت في هذا. تأتي البلاغات بشكل مستمر، لكن خطورة البلاغات في الصيف لأنها لا الوقت لا يساعد على أن تأتي الفرق لإنقاذه، حر، ظمأ، شدة حرارة، صدمة حرارية، وفاة. طيب يعني أنا لا أريد أن أطرح هذا السؤال، ولكن يعني هو يعني ربما يعني يتبادر إلى الذهن، هل هناك بلاغات يعني كاذبة غير حقيقية يعني يراد منها يعني أمور أخرى؟ والله نحمد الله ونشكره، لا يوجد بلاغات كاذبة، لكن البلاغات التي تزعجنا هي البلاغات أن يتصل المبلغ على أكثر من جهة، يعني يتصل على جمعية غوث وجمعية كذا وجمعية كذا والدفاع المدني، ثم ما يبلغ أحد أن هناك من يأتي. فإذا حضر المتطوع لم يجد إلا آثار سيارته فيتصل به فلا يرد، بعد ساعة يقول أنا طلع. طيب يا أخي هذا متطوع طلع من بيته ساعة في الطريق، لماذا لم تشعرنا؟ لذلك نشترط نحن في جمعية غوث وفي فريق غوث أن المبلغ لابد أن يرسل موقعه المباشر عبر التطبيق الواتساب، حتى لو تحرك نعلم أنه خرج أو أتاه من يساعده، فلا نهدر جهد ومال ووقت المتطوع. جميل. أخيرا أستاذ منصور، من أراد أن يتواصل معكم سواء يعني لتسجيل نفسه كمتطوع أو أيضا لا قدر الله أي حالة طارئة؟ طبعا أنا في أقل من 10 ثواني أنا أقدم يعني نصيحة للجميع، من يريد أن يتنزه فلا يكدر صفه بأن يدخل الأماكن الوعرة أو الرمال المتحركة، بل أن يكون قريب من الأرض القوية. التواصل معنا سهل جدا، لدينا في موقعنا في حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعية هناك رقم للبلاغات ورقم للتسجيل، ونقبل جميع فئات المجتمع في موقع تواصل فريق غوث ولا جمعية فريق غوث، ولدينا جمعية غوث، ونستهدف المؤهل وغير المؤهل، المؤهل جاهز وغير المؤهل نؤهله نحن على نفقتنا الخاصة. جميل، أتمنى لكم كل التوفيق ونقدر ونثمن هذه الجهود التي تقومون بها. الأستاذ منصور العاطفي قائد فريق غوث للبحث والإنقاذ، شكرا جزيلا لك حبيبي.